باري كونا المكتب مع انه كان في صعوبات انه ناس ياخذ الوظائف بتاعتهم، لكن اخيرا قدرنا نوصل بالمكتب الكامل. فزي ما انتم شايفين هناك ده اسمعنا، وبعد كده عندنا نايب رئيس. Vice President is Louis Barul. Can you come forward, please? Louis Barul, يعني زول عنده خبرة زي ما مبارك قال لكم إنه عنده 8 أيام. فإنت لو إنت قبل 8 أيام أكيد بيكون عندك خبرة، لأنه لو ما عندك خبرة بالذات في United States، لو ما عندك خبرة ما بتقدر تقوم مع السيتويشن بتاع 8 ايام ما شاء الله. عشان كده اخترناه انه هو يكون نائب رئيس في وبيعمل مع الرئيس طوالي. لو رئيس سافر مثلا مشى اي حته هو بيعمل مكان الرئيس ويقدر يبيد باقي التيم. ف let's give him a round of applause again. تفضل المكانة بتاعتك. وبعد ذلك عندنا سكرتري جنرال ودا هو مستر كاميلو كوستا امين. تفضل استاذ كاميلو. استاذ كاميلو يا جماعه زي ما انتم شفتوا امبارح في الديبيت هو زول كوف اللي هو كأستاذ وزول بتاع لاهور، وهو درس في كذا مدارس في خرطوم، وهو خرج من مصر فله خبرة كثير، والخبرة ده بنستفيد منه يا جماعة في أشياء كثيرة. يعني هو بيمثل حاجات كثير، وهو بيجيد اللغتين زي ما انتم شفتوا امبارح. I don't have to explain that to you. You have seen it yesterday. عشان كده كتيناه في موقع ده، والموقع ده من أهم المواقع أو وظائف عشان يقدر يلينا لقدام. والمسؤوليات اللي يكون عنده إنه لازم يكون في مينت بتاع الجماعات اللي أنا بنعمله، وطبعا هيقدر بوست مينت ده للسكتيف الثاني. ولو في أي اجتماعات بيناتنا هو هيكون مسؤول به، فان شاء الله اقدم خدمه كويسه. ففضل الاستاذ كاميرو نديه راوند اوف ابلاس اجين. ثانك يو. واللي بعده هو السكرتاريه بتاعة الفاينانس ناتالي مونغو. وامبارح استاذ ناتالي مونغو معروف بالنسبه لكم، فتفضل. أستاذ ناتالي معروف جدا، هو بدأ شغل بتاعت الفاينانس مش من هنا، بدأ من مصر. هو كان في سوسا، ناس جو من مصر، هو كان في سوسا قبل كده واشتغل نفس الوظيفة، الوظيفة بتاعت إنه مالية بتاع سوسا. فبالتالي لو وزعت خبرة يعني كتير، فخبرته ده أنا أقدر أستفيد منه كبلندا، بحيث إنه يقدر يدرب الناس زي ما أنا قلت في الاجتماع هنا. جزء من شغلنا انه يعني ندرب الناس بحيث انه يكون عندنا كفاءات كثيره، بحيث انه كفاءات بتاعتنا كثيره ده بيعمل شنو؟ بيدي لنا وزن بين شنو؟ بين قبائل بتاعت جنوب السودان اللي هي 65 قبيله 64 قبيله عن الضيفه اللي هو قبيله النوبه ويكون 65. فبالتالي ده أشياء مهمة جدا. ف let us welcome أستاذ ناتالي. Okay. السكرتارية بعدين Assistant Secretary of Finance عندنا ريتا أومام. ريتا أومام معروفة بالفريق كلكم في جوابات في بنما. هي قدمت شغل كثير في المجال بتاع المالية ده قبل كده،
وما كده بس هي ساهمت يعني مساهمة كبيرة في إنه يساعد أوفو جمع المال حتى عبارة يعني شفنا الـ amount كان 6,000 أفتكر ده واحد يعني من الـ نقول كونفرنس اللي جاب قروض كويسة من بعد الكونفرنس الثاني فده المجهود بتاع الناس كتير منهم منو منهم ريتا أوم وهي برضو من الناس اللي لو قالت إنه هي تعمل حاجة يعني بتعمل حاجة يعني إحنا ممكن نعتمد على منو على ريتا أوم ففضل معنا let's give her round of applause. وعندنا سكرتارية بتاع information اللي هي زيتا لي وزيتا لي ما غير بالنسبة لنا يا زيتا لي ما قريبة بالنسبة لنا حتى جيها بتاعتها هنا كان صعب شديد لأنه كان في موضوع بتاعت إنه ما لقيت التذكرة لكن شنو عاورت وهي قالت لينو أنا لازم أجي عشان أمدأ اسمي على أساس إنه أنا حضرت فهي فعلا قدرت تيجي عباره تمدح اسمها وهي كمان زي ما الناس قدم فيسبوك يعني في فيسبوك انتم شايفين هي كانت تشتغل شغل بتاع انفورميشن كتير بتدينا المعلومات فهي برضو لما تقول انه هي هتعمل حاجه بتقدر تعمل حاجات و we can rely on her ف let's give her a round of applause. والسكرتارية بعدي عندنا Assistant Secretary of Information داليا سيلفا I think it's Silvas داليا سيلفا داليا داليا ما بتشتغل جامد داليا لأنه هي بتعرف ناس كتار يعني الفيسبوك بتاعتها عندها قريب 1000 هاي فريندز فده واحد من الاشياء اللي انا عايزينه ليه لانه لو بتاعتك فريندز ريل فريندز كتير بالتالي المعلومات بتاعت بلندا ممكن يوصل لناس كتار بالتالي هي تقدمنا كتير في انه يوزع معلوماتنا للناس اللي انا عايزينه يوصل فبالتالي انا بنستفيد من الكبره بتاعتها والاكسبرتيز بتاعتها وهي برضه بتاع شغل لما قالت انه هي هتيجي هنا قالت انا لازم اجي وقبل ما اجي انا لازم ادفع الرسوم بتاعي لان انا ما ممكن اجي وانا ما دافع الرسوم ففعلا هي دفعت الرسوم بتاعتها وقدرت تجي ف let's give her a big round of applause. المكتب اللي بعديه مكتب بتاع السكرتارية بتاع external affair هو Ambrose أولاو وأولاو ده اسم معروف أولاو ده اسم معروف بالنسبة لنا الناس القادة في واو بنعرف الاسم وبارين وقام يقول لنا يا أخي أنا ما أعرف إلا فيه ناس بكلم كثير قلنا له لا ما في مشكلة الكلام ده أنت تتعلمه ناس كتار كان شنو ما بيكلموا لكن شنو يقدروا قاعدين يتكلموا كثير ف أولاو باسم ده بس اسم بتاع أولاو ده هو يقدر يعمل لنا علاقات مع قبائل كثيرة قبائل اللي هو زي ما أنا كنت بقول 64 حسب 65 فهو يضيف لنا كذا قبائل كمان من جيراننا في السودان ويمكن كمان من دول الأفريقية يعني فبالتالي نديه راوند أوف أبلوز. ف اللي يس السكرتارية بعد ده هي السكرتارية بتاع ويمنز افيرز شؤون المرأة وفيه منو عم جمع ودو فريد قدر فعم جمع ودو جماعة زي ما انتو سميتوا قبل كده انه فعمتي موضوع هي قالت شنو لما سمعت انه في مؤتمر بتاع بلندا اتصلت قد تصل طوالي مع الناس بكل الجماعه انا عايز اجي في شنو في مؤتمر بتاع بلندا
فلما قالوا لها انه في مؤتمر هنا في فينيكس كانت مبسوطة، وهي من اول ناس دفع قروش بتاعها، مش دفع قروش وبس، دفع قروش قطع تذكرة وعمل شنو تاني كم دفع، لما قالوا الهوتيل جاهز دفع قروش بتاع الهوتيل. فهي قالت انه هي ما عايز ناس عشان يمشي يطلع ويجيبوها من المطار، فقام شنو حجرت العربية برضه، لكن شنو هنا مشينا عشان يجيبوها من المطار، عشان هي طبعا ما بتعرف المحل. هي فعلا جاد، هي عملت شغل كثير يعني قبل ما هي تكون في المكتب، انه اتصلت مع ناس، اتصلت مع ناس المعارضين لنا المؤتمر ده، وقاعد يقول لهم حقائق. قلت انتوا لو قلتوا انتوا ما عايزين الموضوع بتاع فينيكس ده كلام فارغ، كلمة تعالوا انتوا في المؤتمر هنا وقولوا كلامكم عشان بلدنا كلها يكون هنا، تعالوا قولوا كلامكم. فهي قدرت انه تمنع بعض الناس عشان يجوا هنا. فهي تشتغل كثير في ويمن افير، وانا بعتذر لكم انه امبارح قالوا انه موضوع بتاع ويمن افير ده ما يكتب في الاخر، فانا كنت في الاول بعد كده. فلتس جيف راوند باس فور. فهو المكتب قدامكم، احنا شفنا المكتب، يعني مسؤوليتنا بعد كده شنو؟ انه عندنا المكتب، والمكتب دي طبعا المكتب بتاعتنا ده طبعا عايز شغل. المكتب بتشتغل كيف؟ المساعدة بتاعتكم، من غير المساعدة بتاعتكم المكتب ما بيمشي كده. فبالتالي علينا واجبات، علينا واجبات، وعنا برضو بنطلب منكم مساعدة. المساعدة بيجي كالعادي، امبارح انا قلت انه المساعدة ده بس ما لازم، مع انه الفلوس القروش مهم، لكن برضو الفكرة الأفكار بتاعتكم أهم. فبالتالي قول له بس كين نفسك أنت في المكتب. وأنا بنشكر الناس كتار هنا، أي زول عمل شغل يعني عسي ولو كان بيسوي رباري عسى طوالي قميص أكد محله. فده الشغل اللي أنا عايزينه، أنا ما عايزين منه لما تكون في حاجة فاضي بالنسبة لبلندا ما بتضرر ينادوا. انت اول باول انت اللي شفتها في نقص في حتة عملاقة، وبالذات انت شفت النقص ده في حاجة انت بتعرفه كويس. يعني على سبيل المثال لو ناس جعانين وانت عندك اكل وانت بتعرف تعمل اكل كويس، زي ما شفنا مدام من امبارح قالت تجيب لنا اكل دليشيوس هنا، انت عملت شغل بتاعك. سو انت شوف انت عندك شو، اي زول فينا، اي زول فينا زي ما انا قلت امبارح، اي زول فينا ليك واحد ليك كبره انت اختصاص.